اطلعي بقى، اطلعي من حياتي بقى، اطلعي نلعي. عادي هي مرتك اكيد بتكون اكله همك. ماني بحاجه لحدا ياكل همي. اذا ايان انت عم ترفع ايدك علي؟ انا ما بدي اتزوج بنت مثلها، راح ضل كل حياتي متضايق بسببها. انت ما فيك تفكر بشي شغله منيحه عنا؟ فكر بشكل سلبي لانه انتو هيك. ما بعرف هي راح ضل الدق. عادي هي مرتك اكيد بتكون اكله همك. ماني بحاجه لحدا ياكل همي. اذا بتكرهها ليش ما بتتركها بحالها وبتخلصها؟ راح اتركها، بس ماني متقبل وجودك بحياتي. ما في داعي تشغل بالك كتير، انا رح فوت على حياتك بطريقتي. مو ببساطه بتصيري جزء من حياتي. على كل حال عود شوي خلينا نحكي. خلاص اتركي ايدي، لا تضايقيني اكتر، افهمي شو عم قلك. خلاص حاكيني من بعيد احسن. يلا روحي وسكري هداك الباب، انا ما بشتغل عندك. بترجاك تسمعني شوي. تا وين رايح؟ عن جد طلعت ما بتخجل، عمك وحماتك اجوا لهون كرمالك انت، وما ازعجت حالك واجيت تشوفهم وتحكي معهم، او حتى رديت على اتصالاتي. يلا عملني العاطل مثل كل مره. اللي مين اللي عم يقول لك هيك؟ هدول يلي اجوا على بيتنا، ليش كانوا هو؟ اجوا ليعطوك شك المصاري بعدين راحوا. هالعالم اول شيء فرضوا بنتهم علي، وهلا بدهم يعطوني مصاري لسكر تمي؟ ما بدي هدول المصاري. بابا بترجاك رجالهم هالشي. زوجت بنت منيحة بلا ما تتعب حالك بأي شي. بنت منيحة؟ في طابور طويل من الناس واقفين بدهم يتزوجوا بنت مثلها. أنا ما بدي أتزوج بنت مثلها، رح ضل كل حياتي متضايق بسببها. بلا حكي فاضي، هالبنت بريئة وطيوبة وما بتلاقي مثلها، لا تخليها تغير اسلوبها معك. عن جد؟ اي خليها تجرب لك، رح خليها تشوف نجوم الظهر. شو انت جنيت؟ ساجدة لازم تروحي تحكي مع ابنك، إذا ما عطيتي درس كل البيت رح يسمع صوتنا. طيب خلص ماشي، أنا رح أحكي معه. أنت لا تشغل بالك بالموضوع، كل شي بيصير بالرواق. هلأ رجعت على البيت ما بدي يصير مشاكل. أنا بستغرب كيف في ناس لهلأ هيك بيقبلوا يجوا بدون عزيمة لعنا. شيلينا من هالسيرة بقى، أخدتي الشيك؟ منيح يلي تذكرت، بس نحن لازم نقرر شو بدنا نعمل بهدول المصاري. يلا شراب الشاي رح يبرد. ليش ما بتطلعي من حياتي وبتريحيني منك؟ ليش فتي عليها من الأساس؟ من الأول ما كان بدي إياكي أبداً. آه؟ لكن مين كان بدك تتزوج؟ بدك تتزوجها لسانيا؟ ليش دمرت لي حياتي؟ أنا تبت منك كتير أيام. آه سكري تمك، إذا بترجعي بتردي بوشي راح أضربك. أيان أنت عم ترفع إيدك علي؟ أنا ما رح أسمح لك تعملها مرة تانية، فهمت أيان؟ لسه عم تحكي؟ ورجيني لشوف شو بتعملي. راح تتركيني؟ هادي اللي بدي اياه. يلا روحي، يلا يلا روحي من هون. اذا رحتي هلا راح تريحيني من كل هالضغط اللي براسي. قومي يلا. يلا قومي يلا. أيان امشي معي واطلعي بقى، اطلعي من حياتي بقى، اطلعي نلعي. أيان افتح الباب شوي. أيان أيان منتهى؟ منتهى؟ انت ليش نايمي هون بنتي؟ متخانقة مع أيان شي؟ ما كنا صحبة أساساً لنتخانق. حبيبتي انت ليش ما حاولتي تربحي قلبه؟ ايه كيف بدي اربح قلب زوجي خالتي؟ حبيبتي كمان أنا لازم علمك هالشي؟ أنا ما بعرف كيف بدي خلي أيان يتخلص من حزنه،
إذا ما كان بده يتزوجني وكان مجبور على هذا الشيء، يعني أنا بشو بكون غلطت؟ هو كان مجبور، بس هلأ الموضوع كله تغير يا روحي. لازم هلأ تحاولي تحببيه بحالك وتتقربي منه أكتر يا بنتي. احكي بصراحة منتهى، بعرف إنك بتطلعي مصاري أكتر من أيان، وإنه عندك مؤهلات أكتر منه، بس فهمي إنه الزوج بيضل زوج. بس مو مهم كل هالشي طالما أنت هلأ مرته. المرأة منا دائما بتمشي تحت أمر زوجها. تحت أمره؟ إيه أكيد، هيك علمتني أمي وأنا صغيرة، وهيك عم علم بنتي كمان، مشان بس تتزوج تحترم زوجها. على كل حال خلص، يلا روحي وغسلي وشك هلأ وارتاحي وفكري شوي، لسه في وقت للفطور. بس الغرفة مقفولة من جوا. عن جد هالولد جن على الآخر، إذا أبوه شافك نايمي عندك على الكنباية هيك رح ينزعج. أنا رح أفتح لك الباب، يلا تعالي معي قومي. شوفي وهي طلع الباب مفتوح. الرجال هيك عندهم هالطبع لما يكونوا معصبين، بس انتي ما في داعي تكوني عنيدة، لازم تحاولي تخليه مبسوط. هلأ فوتي لعنده واعملي مثل ما قلتلك معه بنتي، وما تزعجي، وانتبهي لا تحاولي تفيقي هلأ، بتعرفي مشان ما يعصب وترجعوا تهلقوا وتسمعونا أصواتكن. فوتي يلا حبيبتي، يلا تفضلي. بنات هالأيام مو معقولين بتصرفاتهم، على وقتنا كان كل شي غير هلأ، ما نكون معقولين. شو شايف رجعتي؟ فكرت انك انقلعتي وما توقعت ارجع شوفك. اهلي رح ينزعجوا اذا رحت لعندهم، هذا الشي جبرني ضلهم. ينزعجوا؟ رح يعرفوا انك مو مبسوطة معي هون. رح لاقي طريقة اروح لعندهم بدون ما يتضايقوا علي، واتركك وحقق لك فيها امنيتك بالاخير، انا بوعدك بهالشي. طيب ماشي، ولوقتها بدي منك تتحملني. طيب وفي شغلة تانية، الليلون يرجعوا الشيك تبعهم لأنه مو لازمنا بالمرة. ما بدي مصاري أهلك، لشو الرسميات إذا نحن ما رح نعيش مع بعض؟ اي بقلهم رح وصلك لعند اهلك اليوم، بس ما بدي ابي يروح على البنك ويصرف الشيك.